خير يا سنيورة، عاملة جالك ليه؟ هو أنت لسه شفت حاجة يا عبد الله؟ أنا هوريك. وده بأمر تدي إن شاء الله. ما تستعجلش، دلوقتي زكريا لما يجي هيوريك هيعمل فيك إيه. زكريا؟ زكريا اللي معرفش يجيب منك حتة عيل هيعمل لاني حاجة؟ اخرس! ماشي يا بنت الأكابر، هخرس، بس أنت لو مخرستيش هزعل زكريا عليكي، واللي عايزاهم يقولوا عبد الله العطار كبير العطارين بيستجوع الحريم. جرالك ايه يا عبد الله؟ وايه الشراره اللي طالع من عينيك ده؟ في ايه؟ هو زكريا عامل فيك ايه عشان تعمل فيا انا ده كله؟ عمل ايه؟ عمل كتير كتير قوي. لو عايزه تعرفي عمل ايه صح احكيلك. كنا عيال صغيرين، زكريا ابوك كان كاتب لي ويبقى الكبير من هو في بطن امه، كنت دايما حاسس انه احسن مني، هدومه اعلامه حتى بيته كان احسن من بيتنا. كنت طول الوقت بسال نفسي اشمعنى زكريا؟ ماني ممكن كنت اعمل زي زكريا واكتر كمان، وليه ابويا ما جوليش ظهري زي ابوه ما جوالي ظهره؟ زين العطار بعتنا لو زكريا، بعتنا الدار عشان نبقى رجاله صح زي ما هو كان عايز. عبد الله! عبد الله! عبد الله! كان اخويا جد وصاحب جد، والحكايه القديمه اللي تربينا عليها بتاعت زين العطار وسليم وازاي الصحاب وقفوا في ظهر بعض وقويوا ببعض، وانا كنت شايف ان انا وزكريا ممكن نبقى زيه واكتر كمان. كان نفسي نبقى زيه، الناس كلها تحلف بينا زي ما حلفت بيه. لحد اليوم ده لقيته بتعارك. قتلت الواد عبد الله. هو كان هيقتلك. تقوم تقتله. يلا نهربوا. احنا مش هنهرب، احنا لازم نروح لاهلنا. قصر في الكلام يكسر. يلا نهربوا. انا ما عملتش حاجه عشان اهرب. دافع عنه، بس هو بعني بعني، وانا اللي شلت الليله.
النيابة، السجن. زين العطار جه الحكم، رضوا اهل الواد، وانا طلعت منها بشهاده معامله اطفال. فضلت طول عمري الناس تشوفني مجنون، كفيني على الخبر مجبور. الثاني كل حاجة جوايا كانت اتكسرت في الكام يوم دول، ما كانش في حاجة بتنور الظلمة اللي في حياتي غيرها. رجاية، حاولت ارجع اعيش تاني، واحاول ابن طبيعي، بس ما عرفتش. افهم اللي هقول لك عليه، انت واخواتك اتأمنوا لبراك زين. فعلا من غير ولا نقطة دم. كيه يعني؟ قلك ايه؟ اسمع كلامه خلاص. حسن عبد الربيل. بسم الله القوي المتين. الدار اللي اتربينا فيها وكلنا من خيرها الشر هاجم عليه. جه اليوم اللي نزلتوا فيه ان احنا رجاله، ومين يستاهل يبقى وسطينا ومين لا. اوقف. طلب توصيف بأمر علي صبر العطار. نزل السلاح، دي العربية اللي علي بيه قال عليها. افتح الباب، ادخل، اقف على جنب.
العطار أخوكم وجيت عشانكم ومش هرفع سلاحي عليكم مهما ضربتم. بس هرفع ايدي وهسلم عشان انتوا عارفيني كويس وانا عارفكم اكتر من نفسي. انتوا اخواتي اللي ماليش غيركم. انت اخويا عزيز وانت اخويا يا عبيدة وانت يا بهي وصالح ومالك ومصطفى وحمزة ومحمد وعبد الحميد. انتوا اخواتي اللي ماليش غيركم. ارفع السلاح يا رجالة. هنموت يا حسن، احنا كده عريانين. سميح هيخليهم يقتلونا. عم بحر انت معايا لحد الموت صح؟ حصل. خليهم يرموا سلاح. هنموت. خليهم يرموا سلاح. افتحوا النار. هاتلي سلمى من فوق. انا هعرف اجيبه. تعالي. معتصم احمي ظهري، لازم اخش العطس. زكريا ها تحب نبدا بمين الاول؟ تستغنى عن مين الاول يا زكريا؟ اختك ولا مرتك؟ ليش يا زكريا؟ هو عايزك تروح له، لو رحت له هيقتلك ويقتلنا. صعبة دي صح؟ يبقى تعجلك ده وتعرف انك بتكلم واحد معاه شهادة معاملة اطفال مجنون يعني. حماويتك يا عبد الله، حماويتك. خلي رجالتك يرموا سلاحهم. لو وقعت تحت ايدي مش هرحمك. سيبهم. هتعمل معايا زي ما عملت مع متولي؟ هتضحي بيهم زي ما ضحيت بيا يوم؟ ها حماويتك. قصر في الكلام يكسر يا زكريا، واسمع اللي بقولك عليه. خلي رجالتك يرموا سلاحهم. ها فكرت؟ اختك ولا مرتك؟ اقولك اخليك تخسر الاثنين ولا نعملوها زي زمان ايام الدار. انت تختار وانا اختار عكسك. قول يا زكريا ما تخافش. هتموت يا عبد الله. ما
رجالة ما شايفاش حد. يلا هم بسرعة، يلا خليها تتربك على دماغ الكل. خلصني عبد الله بيه، انا ممنوع الخروج. بقول لك عديني. قلت لك الكاميرا انا ممنوع الخروج. يا ممنوع الخروج بره. رجال زكريا كلهم ماتوا، اجروا ناحيتهم. شاهد يا زكريا، شكلنا هنموت. يمكن زعلانين من بعض، طبعاً في بعض، بس في وقت زي ده ما بنفتكرش غير كلمة اخوات. تضربوش ليه؟ انا قلت اضربوا، انا ابو الدار دي، الكل لازم يسمع كلامي، ما حدش يسمع اوامري. اضربوا، افتحوا النار. بس ده حسن العطار يا عم سميح. انتوا اللي علمتونا ما نزلش اخواتنا ولا ايه؟
قالوا لي اقتل اخوك بده. خليك جنب مرات اخوك. ليه يا عبد الله؟ انت اكتر واحد عارف يا زكريا انا عملت ليك دي. عشان انا عارف. قلت لك قبل كده في المكان ده انك شيطان ومش عارف تغوي غير نفسك. ده حق ابوك اللي انت موتته، وده حق اخويا اللي ضربته في رجله، ودي عشان هايدي. بلاش يا فارس، تعالي معانا. سترك يا رب. سليم، ايه هتقتلني ولا ايه يا سليم؟ اقتلني انا، ها ما انت قتلتني زمان. بس لو قتلتك المرة دي يا زينب هتبقى آخر مرة، وحريحك من الكره اللي ملا قلبك. كره؟ الكره ده اتعلمته منك يا سليم، يا بياع كل غالي بالرخيص. انسي بقى يا زينب، انسي واخرجي من هنا، شوفي لك حتة تداريكي عنا وانسي. واحنا كمان هنحاول ننسى. انسى ايه؟ وانسى كيف؟ القصر ده حجي، حجي وحج بناتي، وانا مش خارجه من هنا يا سليم الا على جثتي. زينب يا زينب، عيشة بنتك موجوده في القصر، ما تخلينيش ارتكب جريمه بعد كده اندم عليها. تندم؟ سليم يندم وانت اللي كيفك يندم كيف؟ يا بنت الناس، يا بنت الناس، انا لسه مراعي لحد الوقت ان احنا جرايب. مراعي ان احنا جرايب بس يا سليم؟ ومفيش غيره يا زينب. يبقى اقتلني، اقتلني يا سليم، اقتلني دلوك كده. امشي يا زينب، امشي يا بنت عمي.